اخوتي واخواتي في عالم الزراعه والنباتات المنزليه. طبعا اليوم احنا في منطقه القريعات في بغداد، وراح نزور هذا المكان بعد جوله في مثل ما تقول بالمشاتل. راح نزور هذا المكان ونعرفكم على المزقوف العراقي. هذا المزقوف العراقي، اي واحد يزور العراق وما ياكل المزقوف العراقي، اشهر اكله بالعراق هو المزقوف العراقي. شوف الطريقه وهذا المكان، شوف هاي طريقه الشو على الفحم، وهنا طبعا اخوان الاعزاء احنا بهذا المطعم، مطعم الخضراء العائلي. استاذنا السلام عليكم. حياكم الله. يعني على احنا اليوم جينا راح يصير غدانا هنا يمكم ان شاء الله انا والاصدقاء. هذا احكي لنا طريقه المزقوف العراقي. المزقوف العراقي هو مزقوف مشهور، اشهر اكله بالعراق. نعم، اشهر اكله بالعراق. علقها مساجد اثنين عوائد. نعم، وداريها بالنار، دائما تابعها ونداريها بالنار مستمره. احسنت. هذا الخشب شنو خاص هذا؟ لو شنو توت لو شنو؟ مفضلة الحمضيات، مفضلة حمضيات مفضلة اللي هي كلها مشتعلة تشتغل بها. احسنت. حمضيات مال توكي ما اي شيء. احسنتم. طبعا اخوان الاعزاء مشكور حجينا ورحم الله والديك. شوف هذا المزقوف، وشوفوا مثل ما شوفناكم هذا السمك هنا، السمك العراقي. ما شفتوا المزقوف هنا، الخبز الحار العراقي. هذا المكان راح نروح طبعا، هنا راح ننزل للمكان، القعدة الحلوة على نهر دجلة. طبعا عدة طوابق، وهنا ربعنا قاعدين، وهذا المنظر على نهر دجلة، منظر رائع. طبعا هنا السلام عليكم شاعرنا الغالي ابو حيدر، الشاعر عبد الحسين الجنابي، الدكتور والاخوان. هاي الجلسة الحلوة قاعدين هنا، وراح نشوفكم هاي القعدة الحلوة على نهر دجلة، دجلة الخير. طبعا هنا الشيء المفرح، شوف اخوان الاعزاء، اي واحد مشتاق لنهر دجلة اينما كان في ربوع العالم، في ربوع عراقنا الحبيب. شوفوا القعدة على نهر دجلة، هاي المطاعم. طبعا اكو طابق ثاني بالاسفل، هذا الطابق، واكو طابق يعني بعد هنا علوي ايضا موجود. شوف هاي كلها مطاعم وغيرها مثل ما تشوفون، بس الحلو الخير جاي. شوف هاي النوارس، وشوفوا هذا المي كليته حاليا مي خابط، لانه نزلت امطار الخير والبركه على عراقنا الحبيب. فالمي كله عباره عن طمع صاير اصفر. شوفوا هذا دليل انه الخير من ينزل على شمالنا الحبيب، الامطار امطار الخير تجي تنعكس، وشوفوا المي مرتفع خير من الله. وهذا المي لونه مثل ما تشوفون، لونه كليته تراب وطين، وان شاء الله امطار خير وبركه على عراقنا الحبيب. بالختام حبينا نخليكم بهاي الصوره، ونستودعكم الله في امان. كان معكم ابو عبد الرحمن من عالم الزراعه والنباتات المنزليه، في امان الله.